المهنيين من الأخطار المهنية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم أثناء ممارسة نشاطهم، بالإضافة إلى مرافقة تقنية دعما لاقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات. وما كد عليه اليوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي والفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني من خلال تفعيل التنسيق والشراكة بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. إن شاء الله حيكون فيه أفاق اللي راح يخص خاصة كل المنهجية اللي راح تجي بها لسيانما في قطاع الفلاحة وقطاع الصيد، اللي حبينا من خلال لسيانما نعطوا وجهة واحدة أخرى فيما يخص التأمين، فيما يخص القروض، فيما يخص كل ما يعني الفاعلين الحقيقيين لثروة اللي هما أهل الصيد، الفلاحين والموالين وكل الشركاء الاجتماعيين. بأن تحمل الاقتصادية تكون معززة بآليات ميدانية كما التأمين. التأمين يلعب دور لتأمين الاستثمارات، سواء كانت الشخص بحد ذاته أو الاستثمارات نتاعو، يعطي البعد لهذه الاستثمارات. احنا عاكفين يعني من كل جوانب، سواء كانت خاصة الجوانب اللي تربط ما بين المهنيين، يعني المهنيين القطاع من جهة ومهنيين الموجودين أيضا في الميدان. وبالحديث عن النماذج الرائدة في مختلف